والله العظيم بلدنا سمحة ومزيانة ياود تشرة وفيها ما يتشاف، مش كان الشطوط والوتلة والبيسينات. وانا نقول لكم بلاصة كان عين درهم ايش قولكم فيها؟ جبل اللي يرد الروح وعيون ما تشره. عين درهم احدى مدن في الجمهورية التونسية، تقع في ولاية جندوبة، نعم، وهي مركز معتمدية، تقع في الشمال الغربي للبلاد التونسية، وهي اهم موقع سياحي في الولاية بعد مدينة برقة الساحلية ومدينة جندوبة مركز الولاية. يا والله قطع يا ودي ما طيحني بكم. لم تكن معروفة في العهد البيزنطي، لذلك لم نجد لها أي تسمية بيزنطية. يا ولدي أما بيزنطة أما روما كان في 2013 قالوا بيزنقة قالوا شنو. يا ولدي قلت لك عندي مشكلة وماشي لعند روما مش درس لي عليها. ما هي مشكلتك يا حمادي؟ نعم أنا قلت نمشي نعمل طلع لعند روما نطلع لحبايبي اللي غادي. هذه حاجة هايلة مش مشكلة. عندك حق، ما تعرف من صفاقس كان اللي قالوه البيزنطيين. مشكلة الصفاقسية كي يخرجوا للبلايص يمرضوا ويصير فيهم. بالعكس الهواء نظيف في عين درهم، جبالها وعشابه وماها دواء. نعم دواء. هذاك عندك وعند غيرك، اما احنا الواحد يتنفس ويتين هواء نظيف صدره يتطبق ويولي يكح وينبر. معناتها الهواء النقي اختير عليكم. يسلم الفيم، احنا ناس استانسنا بالتلوث وولينا نحشوا عليه. على ذكر التحشيش سامحني عنديش انشعل. زيد عطف، كانت تشغر ولا تتصفر. تلا نقول لك الدخان قاتلنا وانت تقلي شعلة. يا ولدي كلنا من اللي تريدنا على نتكيفوا في صفاقس. يا ولدي ونخمم مش يصير فيها كنا بدع السياب. وشنية هذي السياب؟ نعم ما تعرفش السياب يا ولدي؟ المسرد الرسمي لأمراض الريه وعامل سبونسور مدى الحياة في صفاقس. سامحني لاني ما فهمتش ايش معناها. هذا ياسي جميل عشير الصفاقسية من اللي تولدوا، حتى كيموتو يتملوها قدامه قوت من اللي ما يديخش فريقه. البدروني وما يدرك. وانا ايش نعمل توا باش نشعل سيجارو؟ اسمع كلامي، برا ضرب لها دريجين قدام السياب. والله العظيم قول عليك عملت شيشة تفاح بلوش. اودي اسمع كلامي لو عليك، احنا ما عندناش ناقصين مرض. البلاصة اللي تمشي لها تلقى 50 الرقبة يبوخوا في وجهك، وزيد الشيشة ولا تموضة. تي حتى بنت الليسي تلقى الجبيد اطول منها وهي تفرما. قول احنا شي مفطيرة. والله كرهتني فيه هالسيجارو. نعم زيد قلو السي، زيد سيجارو قلك بلي لو عليك. يا ولدي كل السيد عنده عبد واحد الدقان استعبدنا. اش قلي واش قلتلك؟ صفاقس مدينة صناعية، تي الدخان صنع كلبة يزين البخارة متاع السياب اتكيف في صفاقس الكل، واللي نربحوهم الفصفات اترجع لك نام في جنة الدواء متاعك المرضى. عافينا وعافيكم الله. توبيخي ما قلتليش اشنية السياب هذي. نعم تسال ياسر وانت ماشي من صفاقس الجابس تلقى اربع برارك كبار وجبل متاع حجر وترب واربع صويرخ منصوبين يسيبوا في دخان ابيض. يسيبوا في الدخان؟ تي هو دخان يا ولدي، هذي علاقة عشق ولات بيناتنا. تي نبعدوا عليه نار روينا تتطبق وزورتنا تضيق. يعني تحب تقولي تلوث؟ ايه تجيب الليف من برا وتقول لي اشعل سيجارو. تي احنا كلنا ولينا سواقر وما النار مش نشعلو. دي احنا قاعدين نستناو في سلع ريض اللي جينا شير التالي وقالنا شي بعدولكم هذا السياف من صفاقس. ربي سال